يا مينا، عبد الوهاب بره بره يا عبد الوهاب، انت مش لساني، انت مش ايه، مش لساني، كتم كده، انت مش لساني. وانا ما طلبتش منك تطلب دعم من حد، بروح امك، مش كاتعة عشان اطلب. انا مش عايزة دعم، انا مش فاتحة والمصحف عشان اعمل نمرة ولا علشان اطلب دعم، وقسما بالله وحياة اللي مخلفني، انا فاتحة علشان ابيع كلية او كام فص من الكبد. عندك تحل المشكلة اهلا وسهلا، ما عندكش انا ما طلبتش دعم من حد، قسما بالله ما عايزة دعم من حد. انا كل اللي انا عايزاه حد يدعمني في قصة ان انا ابيع الاعضاء دي بس. انتوا عندكم حل، اهلا وسهلا، ادوني فين مكان، اروح لمين بس، يعني ده كل اللي انا محتاجاه. ماشي يا سيدي، تتعدل بإذن الله. يجي واحد يقول لك الفلوس مش كل حاجة. أيوة يا أخويا، الفلوس مش كل حاجة، حتى ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني هو قالها لك صريحة، ربنا نفسه اللي خلقك بيقول لك كده. فما تجيش تقول لي أصل المال مش، لا المال كل حاجة يا حبيبي، المال كل حاجة، ربنا نفسه قال كده. حتى ربنا بيحب العبد الغني اللي دايما ايده بتبقى فوق، ما بيحب يعني بيبقى يعني ما اعرفش، هو بيحبنا برضو اللي ايديهم تحت، يعني مش ما بيكرهناش يعني، بس اللي قيمتهم اعلى عند ربنا اللي ايديهم فوق، يعني ربنا بيحب العبد الغني اكتر والقوي. ايوه الكريم المتصدق، انا بحب انا بقى الكريم المتصدق اللي انا عايزه ابقى منهم بقى، والقوي في الإيمان. أيوة القوي.